عربية يا محمد، إنما المنتخب المصري زي ما قلت قبل كده إن شاء الله إحنا خرجنا مستفيدين كتير جدا جدا من كأس الأمم اللي فاتت. استفدنا بجيل ممتاز إن شاء الله يمتد ويعيش لسنوات بإذن الله، يحمل أمال الشعب المصري كله. مجموعة من اللاعبين أول مرة يشاركوا في المنتخب ويشاركوا في كأس أمم أفريقية، أكتر من 12 13 لاعب. مباراة السنغال وقفنا بند للند مع المنتخب السنغالي برغم انه يمتلك عناصر افضل فرديا من المنتخب المصري في كل المراكز، يعني استثناء محمد صلاح طبعا مع المنتخب المصري. وقفنا قدام المنتخب السنغالي ند الند للند واضعنا فرص في المباراه. المباراه حسمت بضربات الجزاء الترجيحيه او ضربات الحظ الترجيحيه، كل واحد بيسميها زي ما هو عايز. فانا اشوف ان احنا ان شاء الله خرجنا بمكاسب نحسها في المباراه الفاصله باذن الله قدام السنغال. اكتسبنا خبرات بالمشاركه في كاس الامم اللي فاتت في وقت صغير جدا 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 لمجموعه اللعيبه دول، باذن الله تفيدهم في المباراه اللي جايه مباراه السنغال. مدربنا اكتشف وقرا المنتخب السنغالي بشكل كويس، لاعبتنا اختبرت نفسها قدام منتخب السنغال قبل المباراه الفاصله. كل الناس قبل القرعه في ناس كتير ما كانتش تتمنى ان احنا نلعب السنغال، وحاطين السنغال هو المرشح الابرز والافضل والاقوى. هو فعلا كده، هو الافضل افريقيا، هو رقم واحد على مستوى افريقيا، يمتلك لعيبه ممتازه زي ما قلت في كل الخطوط. انما ان شاء الله لاعبتنا باذن الله والجهاز الفني بتاعنا نستفيد ونكون استفدنا من التجربه بتاعت نهائي كاس الامم. عرفنا نقاط القوة ونقاط الضعف عند المنتخب السنغالي، إن شاء الله نستفيد من النقاط دي. وأصبحت كل الأمور مفتوحة ومتاحة، ولو تأهلنا إن شاء الله ونتأهل على حساب السنغال أنا ما أعتقدش إن هي هتبقى مفاجأة، خاصة إن لاعبتنا قدمت أداء ممتاز وأداء مقنع بإذن الله في الحمد لله يعني في كأس الأمم اللي فاتت. فيا رب تبقى تجربة كأس الأمم تجربة إحنا نستفيد منها أكتر من المنتخب السنغالي.